كمان فكرة الأطفال اللي عم يشوفوا هيدي المناظر، يعني كنت عم بحضر الصبح مقابلة لدكتورة نفسية عم تحكي قدي مهم إنه نكون صادقين مع أطفالنا بالأشياء اللي عم بتصير معهم، الأصوات اللي عم يسمعوها. ما بيسوى نقول للطفل إنه هيدا فرقيع أو هيدا ولا ما بعرف عم يلعبوا أو نكذب. ما فينا نكذب، وبنفس الوقت قدي مهم نحن نحافظ على صحتنا النفسية. ما فينا بس فينا نخبي بورت من الحقيقة على الطفل، ومهم كتير كمان أنه نجرب نزيد أساليب الترفيه والألعاب للأطفال بهيك صح. بس نحن ما حكينا عن الصحة النفسية تبع الأولاد، يعني يلي تهجروا من بيوتهم، يلي هلأ قاعدين بمراكز إيواء، هودي شو بدك تقولينهم؟ للأسف عرفتي أنه أوكي يمكن نحن حنقدر نحمي قسم من الأطفال، يمكن مثل ما كانت عم تقول رونا أنه نخبي الحقيقة عنهم، بس يلي عاشوا هيدا الحقيقة كيف بدك تقنعيهم؟ فهيدا بحس هيدا اخطر من اذا الولد عارف صحيح. الحقيقه ولا لا. مراكز الايواء مكتظه كتير، انا صرت بارم على كل مراكز الايواء اللي بالعاصمه ببيروت، وفي غياب ما حنقول تام شبه تام للدوله. واللي فاجأنا اكثر انه كل هالان جي او اللي كانوا بيشتغلوا بالبلد، كمان مش كله، ما فينا نظلم الكل، بس في جزء كبير منهم من اللي كان بيحكي انه هو بيهمه الصحه النفسيه تبع الافراد، خصوصي بالمجتمعات اللي فيها نزاعات وازمات مثل لبنان، مختفين.